هنا في القاهرة، ده بقى الأهم إن شاء الله. لكن النهاردة هنكمل فرحتنا مع النادي الأهلي ونروح لنجومنا الحقيقة كباتن مصر كابتن رضا عبد العال كابتن محمود أبو الدهب، وحديث عن بطولة أفريقيا ودوري أبطال. يعني النهاردة الماتش وكابتن رضا وإحنا بنتكلم كده على صعوبة اللقاء، أنت بتروح هناك بتتعادل 0-0 وبتيجي هنا، أعتقد دي بتبقى نتيجة صعبة إنك تمشي اللقاء وبتجيب جول في البداية ويمشي اللقاء وانت ماشي بنفس النتيجة، ده كان شيء خطير، صح ولا غلطان؟ انا قلت لك ايه من اول ما صن داونز خرج، قلت لك مبروك البطولة للنادي الاهلي من اول ما صن داونز. ايوه انت قصدك لو صن داونز كانت موجود كانت هتبقى اصعب؟ لا يعني انا قلت لك مبروك خلاص البطولة للنادي الاهلي، ولو صن داونز موجود لا كانت هتبقى صعبة جدا جدا. هنتكلم بجد ونخش في الفنيات ولا بلاش فنيات النهارده؟ لا لا عايز يا كابتن اتكلم اللي انت عايزه، انا مش مانعك من اي حاجه. لا بص انا ما مانعكش من اي حاجه. بص النهارده فرقه الترجي بصراحه فرقه قليله فنيا جدا هنا وهناك، وكان لازم على النادي الاهلي، وانا اتكلمت معاك الحلقه اللي فاتت قلت لك لازم الاهلي كان خلص من هنا، ولو هاجم شويه وضغط شويه كان كسب هناك. كنت جيت ارتحت النهارده ولعبت كوره وعملت بقى الفنيات اللي احنا عايزينها، والكعوب والترقيصات والباص مش عارف بالخارج القدم وداخل القدم، واخد بالك؟ انما بصراحه الفرقتين النهارده فنيا مجوش، لا الاهلي ولا الترجي. يعني مثلا فرقه داخل فيها جول، بس احنا بنقولنا كابتن وحتى قلنا في ماتش الزمالك ان النهائيات احنا مش عايزين كده، مش عايزين الشكل ده، احنا عايزين ناخد البطوله. انت وضعك مختلف غير الزمالك. ايه الوضع بقى يا كابتن؟ انت واخد البطوله السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها، يعني اربع مرات خدتهم من خمسه. يعني اذا ان انت اعلى في كل حاجه، استقرار ولعيبه، وانت لسه جايب اللعيبه في شهر واحد في نادي الزمالك. وخلي بالك لو كانوا خسروا البطوله دي وما حدش يلوم عليهم، والله ما حد يلوم عليهم، انما انت تلوم على النادي الاهلي اللي هو اللي زي ما بيقولوا كده بعبع افريقيا. بعبع افريقيا ده خلص من هناك، انما هو صن داونز اللي كانت هتبقى مشكله بالنسبه لي هنا وهناك، فدي مشكله. اتغلب من الفرقه دي يا كابتن رايح جاي يا عم، صن داونز ماشي ما هيبقى جامده ازاي اتغلب؟ معلش انا مش بعارضك، بس طب ما انت اتغلبت من اتحاد العاصمه. انا عايزك تعارضه على فكره. لا يا كابتن مش عايزك تعارضه، بس انا الترجي دي يعني مع الترجي دي لو وحشه يبقى خلي بالك يبقى كسبت صن داونز بالحظ رايح جاي. طب واتحاد العاصمه، واتحاد العاصمه لما كسبت في السوبر، وانا لما كابتن خليك في دوري. لا اسمع اسمع بس اسمع، لا ما هي ده ماتش واحد، السوبر ماتش واحد يا كابتن، ماتش واحد ماشي، سوبر افريقي انت واخد بالك، سوبر افريقي. طيب وعندك برضه صن داونز كسبك في السوبر. هكمل في النقطه.